فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال بأن من حلف بغير الله دون تعظيم للمحلوف فإن ذلك لغو، حيث إن النبي لا ما يمكن يحلفه من غير تعظيم أبدا، هذا كذب، ما يمكن يحلفه إلا وهو يعظمه، وليس هذا من لغو اليمين، هذا شرك. تقول من لغو اليمين وهو شرك، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. نعم.